بهذه المناسبة سعيدة، مناسبة ارتقاء مدينة تلاغ إلى ولاية منتدبة. احنا نقدم التشكرات لكل أعضاء الحكومة اللي أخيرا بعد طول انتظار، علما أن تلاغ من أقدم الدوائر على المستوى الغرب الجزائري، إن لم نقل على المستوى الوطني. وإن شاء الله يعود هذا الارتقاء من الدائرة إلى ولاية منتدبة، إن شاء الله يعود بالخير والتنمية، إن شاء الله تكون تنمية، يعود بالخير والتنمية، إن شاء الله تولي تنمية كبيرة لتلاغ إن شاء الله، وتستفاد من مشاريع، وإن شاء الله يكون فيها الخير القدام إن شاء الله. فباسم أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأصالة عن نفسي وباسم سكان بلدة تلاغ، لنا شرف كبير أن بلدة تلاغ ترقت إلى ولاية منتدبة. وليكن في علم الجميع أن بلدة تلاغ كانت دائرة منذ 1957، كانت تابعة ديبارتمون دورو. احنا منذ زمن طويل كنا ننتظر هذه الترقية، وأملنا كبير يعني، ونشكر السلطات العليا على رأسها السيد رئيس الدولة والمؤسسة الدفاع الوطني على المساعدة يعني كل البلديات لترقت إلى ولايات منتدبة. استفادت منهم بلدية تلاغ منذ تنصيب بلدية المجلس الشعبي البلدي في ديسمبر 2017. هنا العام والخاص يعرف باللي كان شانتي كبير في بلدية تلاغ، سواء كانت مشاريع يعني بي سي دي سواء كانت قطاعية. فلانا كما أقول لك العزة والافتخار بهذه المشاريع التي استفادت منهم بلدية تلاغ، والشكر يرجع إلى كل من ساهم في هذه المشاريع وعلى رأسهم سيد والي ولاية سيد العباس. بهذه المناسبة نشكر الحكومة الجزائرية على ترقية دائرة تلاغ ولاية منتدبة، هذه الدائرة القديمة على مستوى الوطني، وإن شاء الله يجسدوا لنا هذا الأمر على أرض الواقع، وتكون فيه مشاريع، تكون فيه تنمية، تكون فيه إصلاحات لفائدة الشباب وتوظيف في عدة مجالات، ونثمن هذا القرار مرة أخرى. وإن شاء الله بالفعل السلطات كل المشكورين، وإن شاء الله يعاونونا في هذه الدائرة في كل الميادين. نشكر القناة تاعكم اللي جات اليوم، بعد احنا كان عندنا صوالح بزاف كانوا دارقين، وكي جيتونا بعد اليوم نفرغوا كاع اللي كاين. احنا يا بكري كانوا مبلعين علينا هذو البراوية وكاع، وهذه الخطرة مين داروا لنا في البلدية ولاد البلاد وكاع استفادينا هذه الخطرة من السكنات والحمد لله. هذه هي. والسلام على اشرف المرسلين. مرحبا بكم. بون انا ما نسكنش هنا في تلاغ، راني خدام هنا في تلاغ. الحاجه اللي عجبتني كي تلاغ طلعت ولايه منتدبه، وان شاء الله تولي ولايه مرسمه باذن الله. وزعما رانا نشوفوا في المشاريع راها تتمشى طريق وكاع، والله يجيب لهم التسهيل ان شاء الله، ويستاهلوا حاجه واخد اخرى اكثر من هذه. ونشكروا السلطات البلديه على الحاجه اللي دارتها ان شاء الله. احنا مواطنين تلاغ نشكر السلطات العليا للبلاد على ترقية مدينة تلاغ لولاية منتدبة، وإن شاء الله راه كاين بزاف مشاريع اللي شفناها هنا بدات تعمل الأمور تبان، راهم يجوا لي بروجي، راه تجي التنمية، كاين ديجا جانا السكنات الاجتماعية 650 سكن، استفادوا منها غير ولاد البلاد وغير صغابة. كانت فيها بعض الأخطاء اللي كاين اللي نساوهم ومنا ما داروهمش، إن شاء الله يصحوا لهذا الخطأ. وراه كاين ثاني المشاريع رانا نشوف فيها، وشكرا.